دفتك يا سيدنا، كنت في الدير سنة 65، ومن 65 لحد 78 لما نيافتك أخدت خوري بسكوبس، برضو فترة كبيرة وانت نيافتك بتخدم في العالم، وبقيت رئيس للدير سنة 93. ايه الكلمات او ايه العبارات اللي سمعتها من متنيح البابا شنودة وهو بيقول لك يعني يا سيدنا تاخد بالك تتعامل ازاي مع الرهبان؟ ايه اهم الكلمات المؤثرة اللي سمعتها من البابا شنودة؟ هو طبعا مش كلمات شخصية لي، لكن من تعاليمه الكتيرة، من تعاليمه الكتيرة كان ليه عبارة كده يقول ايه، لا تكن رأسا لان الرأس كثير الاوجاع، مصر من عباراته، يعني ما يجريش الواحد على المناصب دي لانها متعبة، واخد بالك. وقال برضي انه رئيس الدير بقى يقول الرهبان كل واحد عاوز يعمل مشروع، برضي يبقى حكيم، يعني مش كل حاجة يسيب الدنيا كده صداح مداح، لا يبقى ماسك شوية، يعني كل شيء بحكمة، ويدرس الموضوع مع الراهب والحاجة المفيدة يعملها. يعني في عبارة كده بنرددها يقول وأضع مصلحة الدير فوق كل اعتبار. صحيح. يعني ما فيش واحد يقول مصلحتي الشخصية، لا، مصلحة الدير فوق كل اعتبار، والمصلحة الشخصية تيجي في المرتبة الثالثة الرابعة العاشرة كده، فماشيين بالنظام ده والدنيا ماشية. طب سيدنا في البداية أكيد الأمور يعني رئاسة الدير برضو الموضوع لسه جديد يا سيدنا، في بعض الأمور، في بعض المشاكل، في بعض العقبات اللي كانت ممكن تقابل نيافتك، وكنت ممكن تلجأ للمتنيح البابا شنودة وتاخد رأيه أو تسمع مشورته. طبعا فيه، طبعا بلا شك، يعني راهب يخرج عن المسار شوية كده، كنت لازم أخد طبعا رأي البابا ويتصرف معه كذا، أو أحيانا مثلا نعمل له قعدة كده، قعدة محبة ننصحه فيها، وممكن نقول له مثلا لو ما استجبتش هتروح للبابا، عند البابا دي بقى ايه وكش وتمشي كويسة يعني الدنيا. فكنت ألجأ له طبعا في حاجات كتير، ألجأ له في دي، ألجأ له لما أجد أراهبن، عايزين راهبن، هو اللي كان راهبن لنا طول ما هو عايش، كان كل سنة في أول الصوم الكبير نرشح له 4 5 يجي راهبن. فدي اللي كنت أحتك به يعني فيها، وكان الرجل يستجيب برضي، وكان ينبسط قوي لما يجي راهبن يقول أنا بفتكر رهبانتي لما اجي رهبن حد، يسمع القراءات تاني اللي اتقالت عليه هو بيرهبنوه، وبتبقى الرهبنة كده طقسها حزيني زي واحد ميت يعني. صحيح. بيصلوا عليه ففي خاشعة، فبيطلع مبسوط قوي. فكان يحب طقس الرهبنة. كل أدير تودي النطران كان هو اللي راهبنها، يراهبن الرهبان، احنا نجهزهم ونرشحهم له وهو يجي يدينا معاد يراهبن.